بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل رمز لاسمه بألف من الرياض، يقول: فضيلة الشيخ، في العام الماضي وفي رمضان عنف علي بعض طلبة العلم عندما صليت 13 ركعة في رمضان صلاة التراويح، وطلبوا مني أن أتصل على 11 ركعة يقولون هذا الوارد، وأصروا علي في ذلك، فما الصحيح مأجوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، صلاة التراويح لم تحد بعدد معين من الركعات. النبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل، لم يحدد ذلك بعدد من الركعات، وكان يرغب في قيام رمضان بالخصوص ولم يحدد، بل قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في حديث آخر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يحدد صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما ثانيا فقولهم لا تخرج عن 11، هذا غلط. يقولون أنه لم يرد، الرسول ورد عنه أنه كان يصلي 11 أو 13، ورد هذا وهذا، والأمر في هذا واسع. والصحابة رضي الله عنهم لما صلوا التراويح بعهد عمر خلف إمام واحد كان يصلي بهم 23 ركعة، دل على أن الأمر واسع. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا راجع إلى كيفية الصلاة. من كان يطيل القراءة والقيام والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل 13 أو 11. وأما من كان يخفف القراءة وقيام الركوع والسجود تخفيفا على الناس والمأمومين فإنه يصلي 23 أو أكثر أو أقل، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم. فلا حجر في هذا الأمر ولا تشدد في هذا الأمر، كما يعتقد بعضهم أن الزيادة على 13 أو 11 يقولون بدعة، وهذا غلط، هذا غلط منهم ومجازفة في القول. إذن على هذا يكون الصحابة مبتدعة أنهم صلوا 23، يجب على المسلم أو طالب العلم خاصة أن يحاسب نفسه عند هذه الألفاظ التي يقولها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ مصري مقيم في جدة يقول: فضيلة الشيخ صالح، قرأت في أحد الكتب أن الأولياء لهم كرامات، فمن هم الأولياء؟ وهل صحيح أن لهؤلاء كرامات؟ وهل يقصد فيهم التابعين؟ الأولياء كما بينهم الله في قوله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون. وكل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى. هم يتفاوتون في هذا حسب إيمانهم وتقواهم، لكن كل مؤمن تقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى مع عباده المؤمنين المتقين، أنه يتولاهم، أنه يحبهم، أنه ينصرهم، وأنه يعتني بهم سبحانه وتعالى. وليس من لازم الولي أن تكون له كرامة، قد تكون له كرامة وهي خارق العادة، وقد لا تكون له كرامة. ليس من لازم الولي تجري على يده كرامة، وإنما هذا راجع إلى الحاجة، حاجته هو أو حاجة المسلمين، أو لإقامة الحجة على المكذبين. فالكرامة كما قال العلماء إما لحجة في الدين وإما لحاجة للمسلمين، وليس من لازم الولي أن تكون له كرامة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخ أحمد ألف ألف له مجموعة من الأسئلة، يبدأ هذا السؤال بقراءة البسملة في أول الصلاة، هل تقرأ أم في كل ركعة؟ يقرأها قبل الفاتحة، في بداية السورة الفاتحة وغيرها يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. إلا في سورة براءة فلا يقرأ في أولها بسم الله لأنها لم تنزل قبلها. نعم. يقول: في صلاة الليل عندما أسرد أربعا بسلام واحد أخف لي، يقول هل هذا جائز؟ أربع بسلام واحد هذا مخالف لقوله صلى
الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، لكن الوتر يجوز أن تسرد فيه ثلاثا بسلام واحد، وأنت أن تسرد خمسا، أن تسرد سبعا تسعا سلام واحد لا بأس، أو تجلس في آخرها ثم تتشهد التشهد الأول وتقوم تأتي بالوتر أو تسلم لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. يقول الأخ أبو عبد الله: لي ولد في 17 من عمري متعلق بتربية الطيور، ومن هذه الطيور يا شيخ الحمام، فما رأيكم في ذلك مأجورين؟ كان هذا من باب المتاجرة بها والاستثمار بها بيعا وشراعا فلا بأس، أما إذا كان هذا من باب المباهات والعبث أو اللعب بها فهذا لا يجوز. نعم. يقول: هل تشترط طهارة في سجدة الشكر؟ لا تشترط الطهارة في سجدة الشكر ولا في سجدة التلاوة على الصحيح، لأنها ليست صلاة إنما هي عبادة مستقلة. نعم. جزاكم الله خيرا. أبو هيثم يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم التلفظ في لعن شخص لآخر؟ هذا محرم، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذل، ولا يجوز أن تلعن مسلما ولا أن تلعن دابة أو منزلا أو بقعة، لأن اللعنة كلمة شنيعة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، صون لسانك عن اللعن. نعم. جزاكم الله خيرا. وصلنا أيضا فاكس فضيلة الشيخ يقول فيه السائل: أبو محمد، هناك بعض السور يداوم على قراءتها بعض الناس، مثل قراءة سورة ياسين على المنتظر، أو في العزاء يرؤون الواقعة على أنها تمنع الفقر وغير ذلك، وانتشرت بعض الأحاديث في فضل بعض السور ولا يعرف مصدر هذه الأحاديث، أتمنى من فضيلتكم بيان ذلك، مأجورين. نعم، قراءة سورة ياسين على المحتضر قبل خروج روحه ورد في حديث لكنه ضعيف لا يحتج به، والواجب أو المستحب عند المحتضر تلقينه لا إله إلا الله، ما قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، إن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. المحتضر يلقن كلمة التوحيد ليموت عليها، أما قراءة ياسين فهذا لم يثبت به دليل، تركه أولى، وأما قراءة الواقعة في مناسبة تعزية فهذا لا أصل له وبدعة، وأما فضائل السور فبعض السور ثبت لها فضيلة، مثل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكذلك سورة البقرة سنام القرآن، وأن الذي البيت الذي تقرأ فيه يفر منه الشيطان، لا شك أن بعض السور ثبت في فضلها أدلة، وأما أن كل سورة لها فضل فهذا لم يرد، القرآن كله بصفة عامة كلام الله، كله فيه فضل عظيم، وفضله على كلام الناس كفضل الله على خلقه، لكن تخصيص بعض السور وبعض الآيات بفضيلة لا يحتاج إلى دليل. أبو محمد من أسئلته يقول: كيف تتم معرفة الله والخشية منه؟ بالتأمل في آياته الكونية وآياته القرآنية والتدبر والإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ من أسئلته يقول: أيهما أفضل، أن أستغفر أم أسبح؟ كلاهما، اجمع بينهما، استغفار وتسبيح وتهليل، اجمع بين أنواع الأذكار مهما أمكن كذلك. نعم. أخيرا يقول الشيخ: كيف يمكن للشخص أن يرقى نفسه بنفسه، وما هي طريقة الرقية الشرعية وما يذكر فيها من أدعية وأذكار؟ نعم، يرقي نفسه بأن يقرأ وينفث على نفسه أو محل الوجع والألم الذي فيه، أو يقرأ بماء ويشربه، هذه رقيته على نفسه. الرقية بالقرآن جاءت في بعض السور مثل سورة الفاتحة تسمى بالرقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية. سورة الإخلاص، سورتي المعوذتين، أعوذ برب الفلق، أعوذ برب الناس، هذه رقية يرقى بها المريض، يرقي بها الإنسان نفسه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه أخت سائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي قريبات كنا دائما تصدر منهن أفعال وتصرفات تؤذيني، وأنا إنسانة ملتزمة بأوامري وعبادتي، فقررت أن أتجنبهم منذ فترة طويلة، ليس في قلبي شيء عليهم، ولكن من باب البعد عن أذاهم، ولأن التصرف الذين يقومون به تغضبني، ولو هل عملي صحيح وكيف السبيل إلى وصلهم، مأجورين؟ الواجب الصبر والتحمل والعفو والمسامحة عمن أخطأ عليك، وكذلك الصلة، صلة القريب، صلة الرحم، بل الإحسان إلى الناس عموما هذا مطلوب من المسلم، ولا يعتزلهم ولا يبتعد عنهم ولا يجد في نفسه عليهم إذا أخطأوا في حقه، إنما يعفو ويسمح. جزاكم الله خيرا. الأخت تقول: أصبحت متخوفة جدا فضيلة الشيخ من الموت، كل نفس ذائقة الموت، ولكن خوفي أصبح يلازمني في كل الأوقات، أخاف من ظلمة القبر، وكثيرا ما أفكر فيه، وأنا أؤمن بنعيم القبر وعذابه،
ولكن فضيلة الشيخ هل هذا ينقص من أجري؟ الخوف الشديد هذا من الشيطان، أما الخوف الذي يصحبه عمل صالح واستعداد هذا مطلوب، خوف من الموت والاستعداد له، لكن لا يصل إلى حد اليأس من رحمة الله أو إلى الوسواس الذي يطارد الإنسان ويكدر عليه حياته، هذا من الشيطان. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. ننتقل إلى رسالة الأخ عاصم، يقول يا شيخ هل حل السحر بالسحر جائز؟ وما نصيحتكم للمرأة الذي ابتليت بهذا وتضررت؟ ماذا تعمل مأجورين؟ حل السحر بالسحر لا يجوز، لأن السحر كفر، عمله وتعليمه لا يجوز ومحرم، ولا يجوز التداوي بالحرام، قال صلى الله عليه وسلم تداوى ولا تداوى بحرام، لا يجوز التداوي بالسحر، وهناك من العلاج والدواء ما يغني عن السحر وعن الحرام ولله الحمد. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، فيتداوى بالمباح، وخصوصا بذكر الله وبالورد وبالأدعية الواردة الذي يعالج به السحنة. أحسن الله إليكم. الأخت السائلة التي لم تذكر الاسم في هذا الفاكس تقول: فضيلة الشيخ صالح، أنا فتاة متخرجة وبمرتبة عليا وكل عام أحصل على وظيفة، ولكن أجد والدتي غير راضية فهي مريضة، فأترك هذه الوظيفة رغبة في ملازمة والدتي، ووالدي يرفض أيضا الخدم، فبماذا توجهونني مأجوري؟ إذا كانت والدتك بحاجة إليك وإلى حضورك وخدمتك لها فهذه أعظم وظيفة في الحياة، بر الوالد إحسان إليه وخدمته أعظم وظيفة في الحياة، خير من الدنيا وما فيها. والوظيفة إنما تجوز للمرأة عند الضرورة، حاجة إذا لم يكن هناك من ينفق عليها ويقوم عليها، أما إذا كان هناك من يقوم بحاجتها وينفق عليها ليست بحاجة إلى الوظيفة، هي حاجتها في تربية أولادها وفي تنظيم بيتها وحضورها في بيتها، هذا أصل عمل المرأة المنتج المفيد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ أبو باسم له مجموعة من الأسئلة، أرسل هذا الفاكس في سؤاله الأول، يقول: كيف يتحصل المسلم على السعادة؟ وهل السعادة حسية في هذه الدنيا مأجورين؟ السعادة تحصل بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتقوى الله، لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، تحصل السعادة بتقوى الله بالعمل الصالح. نعم. يقول أيضا الشيخ: هل يصح أن أكفل أكثر من يتيم من مالي وأنوي أجر ذلك لوالدي وهما ما زال والحمد لله على قيد الحياة؟ نعم، جائز هذا، أن تكفل يتيما أو أكثر وتنوي ثوابه لمن شئت، والديك أو غيرهم. نعم. فضيلة الشيخ يسأل أيضا عن الإحسان، يقول: كيف أحقق هذه المنزلة من هذه الأخلاق في كل أعمالي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه على اليقين، على اليقين تراه بقلبك، تؤمن به، تتيقنه، وتعبده حق عبادته، وهذا أعلى مقامات الدين، ولا يحصل لكل أحد. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخ: قد ينتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر ولا يرتاح في هذا البلد أبدا من شوق وحنين إلى البلد المنتقل منه، فهل هناك حفظكم الله وسائل تعين الإنسان على التكيف والاندماج السريع في هذا مأجورين؟ مهما ارتاح الإنسان البلد غير بلده إنه دائما يحن إلى بلده، سجية في الإنسان حتى في البهائم، قال الشاعر: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. كون الإنسان يحن إلى بلده شيء طبيعي في النفوس، ولكن الإنسان ينظر في مصالحه، ما كان فيه مصلحة لدينه ودنياه إنه يستقر فيه، وما كان فيه مضرة ينتقل منه، وأرض الله واسعة. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلته شيخ يسأل عن حكم استخدام بطاقات الأقساط والائتمانية. لا يجوز هذا لأنه عمل ربوي، لأن بطاقة معناها أن الشركة أو البنك يعطيك هذه البطاقة ويتكفل أن كل ما اشتريته يسدده نيابة عنك مال البنك أو الشركة، ثم يتقاضاه منك بزيادة، هذا قرض ربوي. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول هذا السائل: هل إذا نعس الشخص في صلاته هل تبطل الصلاة وهل يعيد؟ لا تبطل الصلاة ولا يعيد، أن هذا شيء يحصل وليس استطاعة الإنسان دفعه. نعم. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخت مرام ألف ألف من الجدة، تقول: زوجي نومه ثقيل وأوقظه لمدة نصف ساعة ولا يستيقظ، فيأست من إيقاظه، هل يجوز أن أرد ذلك مرة أو
مرتين مجرد إبراء لذمتي؟ أول شيء انصحيه وعظيه وذكريه أن يقوم ويصل للصلاة. ثانيا عليك بالمداومة على إيقاظه، الصبر على ذلك، كرري معه إلى أن يقوم ولا تتركيه، أعينيه على طاعة الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من أسئلتها تقول يا شيخ، خروج دم من أحد الأسنان يسير جدا، هل هذا أيضا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء إلا الدم الكثير الفاحش، أما اليسير فلا ينقض الوضوء لا من الأسنان ولا من غيره. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تقول السائلة، إذا رأيت شخص صلى ركعتين فقمت وصليت مثله، وقام وصلى ثانية فقمت وصليت مثله من باب المنافسة، وكل واحد يحسن الصلاة يريدها أن تكون أطول وأجمل من صلاة أخته، هل يعتبر هذا من الرياء؟ وما مقصودهم بالرياء؟ هذا من القدوة الحسنة، الاقتداء بالصالحين مصلين متهجدين، هذا شيء طيب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول، هل يجوز أن تشرح الصفات والأسماء بالنسبة للصمت وذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق الإشارة يقوم بها؟ إذا كان الشارح يفهم هذا والمشروح له أيضا يفهم الإشارة فلا بأس بذلك، لكن يشترط أن يكون الذي يشرح بالإشارة يكون عالما بمعنى الأسماء والصفات، ما يشرحها من عندها ومن فكر، إنما يشرحها حسب كلام أهل العلم وحسب ما ورد في الكتاب والسنة. جزاكم الله خيرا. من أسئلة الأخ السائل يقول، كيف يكون التحليق بالأصابع في قراءة التشهد، وهل يعد من الحركات الكثيرة، وما الصحيح في ذلك، مأجورين؟ إذا جلس للتشهد الأول أو الأخير فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الأصبع الوسطى، يحلق الأصبع الوسطى مع الإبهام، رأس الوسطى مع رأس الإبهام كحلقة، ويشير بالسبابة إلى التوحيد يرفعها، ونعم عند الدعاء وعند شهادة لا إله إلا الله. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت سلمى لها مجموعة من الأسئلة، نستعرض بعضا من أسئلتها في هذه الحلقة وبقي الأسئلة في الحلقة القادمة إن شاء الله. تقول الشيخ صالح، هل يجوز للمرأة أن تستمع للقرآن وهي على جنابة، وما العلة في عدم جواز قراءة القرآن الذي به جنابة، وهل يختص بذلك القرآن، وهل الحيض أيضا يعتبر حدثا أصغر أو حدثا أكبر؟ الحيض يعتبر حدثا أكبر مثل الجنابة، ولا مانع عن من عليه حدث أكبر من جنابة أو حيض أن يستمع القرآن من القارئ أو من المسجل يستفيد ويتعظ بذلك، إنما الممنوع أن يقرأ القرآن وعليه جنابة إجلالا للقرآن واحتراما للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن وهو جنب، لا يحبسه عن قراءة القرآن إلا الجنابة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ أحمد، ما الواجب على المسلم أن يفعله قبل خروجه لصلاة الاستشفاء، وما حكم توزيع التمور والصدقات في ذلك؟ ليس في هذا شيء واجب، وإنما هو مستحب ومسنون أن يتصدق على المحتاجين، وأن يخرج متواضعا لله ويخرج متضرعا لله عز وجل، هذا هو المستحب له عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء، وكذلك لا يخرج بالزينة ثياب الزينة، إنما يخرج بثياب عادية متواضعة، ويكون في مشيه تضرعا إلى الله خشعا مظهرا للفقر والفاقة إلى الله. نعم. شكر الله لكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذه الحلقة، وشكرا لزميلي مهندس الصوت